السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نحضروا مع بعض كوكيز، اكيد الوليدات كيعجبوهم، علاش ما نحضرهم لهمش في الدار. المقادير ديالهم بسيطه، عندنا جوج ديال البيضات هنايا، انايا ديجا راني ذوبت 200 غرام ديال الشوكولا نوار مع 60 غرام ديال الزبده. هنايا عندي 50 غرام ديال حبيبات تاع الشوكولا، اللي عندها تقدر تستعملها، اللي ما عندهاش تستغنى عليها. هنايا عندي 100 غرام ديال السكر بني، اللي ما عندهاش تقدر تعوضه بالسكر الابيض. وعندنا وحده سكر فاني. هنا عندي 110 غرام ديال طحين مع نص معلقه ديال الخمانه تاع الحلوه وقبصه تاع الملحه. صافي، كنطربوا هذا البيض مع السكر والسكر لافاني حتى كيبيض اللون ديالو وكيضاعف الحجم ديالو. غادي نضيفوا ليه هذا الشوكولات مع الزبده وحنايا كنخلطوا، وفي الاخير كنضيفوا الطحين مع حبيبات تاع الشوكولا. انا غادي نخليكم مع الماء. هنايا كما شفتوا معايا كاع المراحل، دابا غادي نضيفوا ليه هاد الحبيبات تاع الشوكولا، نخلطوهم. كما كتشوفوا الخليط ديالنا راه سائل، ما تخافوش. غادي ندخلوه للثلاجة مده تقريبا ديال نص ساعه يشد فراسو شويه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الكوكيز ديالنا. هنايا العجينه كما قلت لكم خليناها ترتاح في الثلاجه 20 دقيقه. كناخذوا هذه ديال لاكلاص بها باش غادي نديرو الكويرات باش كيجيونا تقريبا متقادين، كنبعدو بيناتهم حقاش كيسيحو في الطياب. الفران انا شاعله عليه على 180 درجه. صافي، غادي ندخلهم للفران يطيبو لمده تقريبا ديال ما بين 20 حتى 25 دقيقه. الكوكيز ديالنا بعد ما وجد، ها هو الشكل ديالو كي كيجي، ها هو من الداخل راه كيجي معلك. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.